سي مخاريق، سنة سعيدة ومرحبا بك معنا في كلاش تي في. اش اخبار واحد السي الحاج خليلي وابو النور ديال الضمان الاجتماعي؟ قالوا لي سي بن اسماعيل عيطات ليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبدات معاه البحث على قضية اموال الجمعية وفين كتصرف من 33 سنة تقريبا. وقالوا لي بأنك نصحتيه باش يمشي بأريحية لعند البوليس ويقدم أدلة براءته إذا كان فعلا بريء. زعما أنا ما عندي حتى شي علاقة بهذا التخوفيش ديالكم وكل شات كتعلق من كراعه. ياك هادشي اللي بغيتي تقول زعما للسي خليلي النهار اللي جا عندك وقال ليك راه استدعاوني البوليس زعما باش تساندو في هاد المحنة ودير معاه الصواب، قلتي ليه هادشي روتيني السي بن اسماعيل وتحقيق عادي وما عندكش نهائيا منين تخاف. دابا هاد السنوات ديال العشرة والصحوبية واش كلها مشات خلا ولا القضية حماضت ولا فيها تحقيق واستنطاق وربما إحالة على النيابة العامة قريبا؟ السي المخارق هذه هي العهدة الثالثة ديالو على رأس الاتحاد المغربي للشغل، واحدة من المركزيات النقابية الأكثر نفوذا في المغرب. والمفارقة العجيبة والغريبة أن السي مخاريق خذا الولاية الثالثة ديالو بالإجماع، واخا كانوا بزاف ديال الناس كيعارضوه وكيطالبوه بإفساح المجال للآخرين. الناس ما باغيينوش هو داها بالإجماع. إيوا اللي عنده شي تفسير يشرح لي، والله ما فهمت شي لعبة نهائيا في هذا الفيلم. الميلودي مخاريق 69 سنة أمين عام جديد للاتحاد المغربي للشغل. هذا المسؤول النقابي نهار الناس اللي شدوا التقاعد في 2010 هو عاد قال بسم الله في الزعامة النقابية وكيبان باللي ما ساخيش بالبزولة. الدليل هو المؤتمر الصوري اللي طلع فيه صحة أمين عام للنقابة وباش يوصل الهدف دياله سد المؤتمر بالحواجز وجاب الأمن الخاص ودوز دكاكة على المؤتمرين بتقرير مالي أعجوبة. المخارق رجل متقاعد كيدافع على الناس اللي خدامي وهو مناويش يتقاعد نهائيا، والسبب هو ان هذا المنصب دجاجه تبيض ذهبا باش تبدا في حياتك كبلومبي وتكون مجرد عامل بسيط اجابته الصدفه او الحظ لمنزل الزعيم النقابي المحجوب بن صديق لاصلاح عطب. ومن بعد توطد هذه العلاقه اللي مهدات الطريق لمنصب ولا في الاحلام خاصك تكون مخاريق. اصحاب المخاريق اللي كانوا ديما خدامين معاه في التكوين المهني تقاعدوا وهما مجرد ناس بوسطاء على قد الحال، على العكس صاحبهم ولا زعيم نقابي كبير ودار شركات كبرى لولاده وكيتحكم في الماليه ديال النقابه وفي الاملاك ديالها. وباش كملها وجملها زاد عليها من الفوق تبديد اموال عموميه، يعني الدعم اللي كياخذوه من الدوله، والدليل هو جطو اللي كيطالبوا بارجاع الاموال الباقيه والفلوس اللي تصرفات بدون وجه حق. وباش كيعجبك مخارق هو انه كيغبر وملي كدور ليه في الراس كيدير شي بلاغ او تصريح وكيبدا يشير باش يقول الحكومة انا هنا. السي المخاريق مدور به 12 واحد، الصغير فيهم عنده 60 سنة، وهاد الناس كلهم ما باغيينش يتقاعدوا حيت ما ساخيتش بالبزولة، وكل واحد فيهم وفين كيمص. ها نقابة الأملاك، ها نقابة التكوين المهني، ها شغيلة وعمال الطاقة، ها شغيلة الموظف، ها شغيلة التعليم، ها شغيلة البريد. هاد النقابات كلها مفرقها السي مخاريق بما يرضي الجميع، وكل واحد وكيتبرع في المملكة النقابية ديالو. المعلومات اللي عند كلاش تي في هو التضخم الثروة ديال الزعماء النقابيين والضحية هما الشغيلة في أكثر من مجال وقطاع. وبلا شك كل شيء مازال كيتذكر الصور اللي نقلها الإعلام من مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل وكيفاش تم تسخير البلطجية باش يمنعوا الناس من الوصول، واخا هادشي كاين في جميع النقابات والاحزاب المغربيه. مول الشكاره والقوه هو اللي كيديها دائما. وبالمناسبه كاين اللي ما كيكتفيش بالفلوس والبلطجيه، وكاين اللي كيجيب الكلاب من فصيله شرسه بحال البيتبول والروشوايلر، وعصابات مدججه بالسلاسل الحديديه والهراوات، واللي قرب من المقر المؤتمر كيخليو ضاربوه. هادو هما اللي كيقولوا انهم كيدافعوا على حقوق العمال البسطاء والموظفين مغلوب على امرهم. وتشوما مالنا على هاد الفوضى والصيبه؟ ياك العمل النقابي غير تطوعي وما فيه حتى شي اجره، وإلا كان غير عمل تطوعي وما فيه لا تعويض ولا فلوس، علاش كتقاتلوا بيناتكم بهذه الطريقه؟ اخر الاخبار كتقول ان السي مخاريق ما قدم حتى شي تبرير لقضاة المجلس الاعلى للحسابات على ديك 467 مليون اللي خسرها في شي حاجه غير معروفه، وطالبوا السي جطو بتبرير هاد النفقات، وقالوا ليه فين خسرتي هاد الفلوس كامله؟ راها واصله نص مليار سنتيم. السي مخاريق ما قدم حتى شي جواب، وهادشي راه كاين في التقرير الرسمي ديال السي جطو، وحتى
حتى الهضره ديالك السي مخاريق على دعم الاتحادات الجهويه والمحليه. كاينين شي ناس كيقولوا ان هذا الكلام ما عنده حتى شي اساس، وما عمرك عطيتي شي ريال الاتحادات الجهويه او المحليه نهائيا. على العكس من هذا الشيء، كيقولوا الناس انهم هما اللي كيأديو الاتحاد من واجب الانخراطات، واللي ما عطاش الفلوس واخا غير زويته بلديه او خليع فاسي. دابا اش غادي دير في القضيه ديال السي بن اسماعيل السي مخاريق؟ راه موسم الاصطياف جاي في الطريق، وبلا ما نفكرك في الفيلا رقم 4 اللي كاينه في الملكيه ديال الجمعيه في مدينه كابو نيغرو. اما بالنسبه لواحد الاخ كان دار عليا فيديو كيستنكر شكون انا في ملك الله حتى نسول على الميزانيه ديال الجمعيه فين كتخسر. اليوم بغيت نخرج انا بهذا الاوديو هذا كمواطن حر، واللي مثلا بغيوش انه من هب ودب يجي يستحمر المغاربه ويستحمرنا بحال حنا ما فاهمينش. هذا واحد اسبوعين و طلع واحد لا فيديو ديال واحد صحفي في يوتيوب اللي كيدعي انه صحافي مستقل ومهني. فبالاحرى انا سنقول لي من هذا المنبر، حبذا لو انك تستحضر الضمير المهني الصحافي. ما بغيناكش تكون صحافي مهني مستقل، وحتى الاستقلاليه ما بانش ليا السي البودالي محمد اللي تيقول صحافي مستقل من كلاش تي في. وهاد كلاش تي في انا ما عرفتش واحد القضيه واش انت رابور ولا صحافي. الكلاشات اللي كتقول انت الكلاشات ديال لي رابور، انت باغي شكون انت بعدا كاين اللي كتحاسب مع هاد الناس هادو؟ انت شكون؟ ما محلك من الاعراب؟ فغادي نقول ليه انني ملي كنبغي نهضر على اي موضوع كنبين وجهي وما كنتخباش. وكيفاش زعما هاد القضيه ديال المواطن كيساند رئيس الجمعيه؟ ما في خباريش ان المواطنين ولاو كيساندوا مسؤول من 87 هو كيسير اغنى جمعيه في المغرب، وكيواجه انتقادات واتهامات بتبديد اموال عموميه. اما بالنسبه للتهديدات ديالكم باللجوء الى القضاء، فغادي نقول لكم ان اي شخص كيعتبر نفسه متضرر من حق اللجوء للقضاء كان امنوا بدوله الحق والقانون. وهذا الشيء علاش اصلا خرجنا كنهضر في هذا المنبر. إذا كان المسؤول من حقه يدافع على راسه أمام المحكمة، فحرية التعبير مكفولة أيضا للصحافة. وحنا ما مشيناش للحياة الخاصة ديال هاد السيد باش تهددنا بفصول قانون الصحافة والنشر. حنا كنناقشوا مسألة تدبير المال العام، وكنحاولوا نلفتوا انتباه السلطات لأي اختلالات مفترضة. والنهار اللي غادي نمشيو للمحكمة السي خليلي غادي يكون لنا كلام آخر أمام السيد القاضي. وداك الشيء اللي ما قلناش في كلاش تي في غادي ندليو به امام الهيئه القضائيه. كذلك توصلنا بشكايه موجهه للرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات بالرباط. الموضوع في شان الاحتيال والاستفاده من وظيفتين واجرتين في نفس الان. الشكايه كتقول انه تفعيلا لتوصيات اللجنه الوطنيه لمكافحه الفساد، وايمانا منا بان محاربه الفساد ورصد مختلف مظاهره هي مسؤوليه كل المواطنين والمواطنات. ما علينا، غندوزو لصلب الموضوع. صاحب الشكايه كيقول السجطو ان مجموعه من المعطيات الدقيقه والثابته بخصوص اخ وابناء الامين العام للاتحاد المغربي للشغل، يعني السي مخاريق، الذين يشغل كل واحد منهم في نفس الان منصبي شغل عند مشغلين مختلفين ويديران شركات في ملكيتهما الخاصه، خدامين بجوج صاليرات المنطح، وفي نفس الوقت عندهم شركات كتستافد من الصفقات، ويتقاضون اجورا شهريه مزدوجه دون وجه حق، وهو ما يعتبر استغلالا بشعا للنفوذ وتجاوزا وتسفيها صارخين للقانون الجاري به العمل في المغرب. اخ الميلودي المخارق والمسمى المصطفى مستخدم بمكتب التكوين المهني يستفيد من تفرغ النقابي بالاتحاد المغربي للشغل، وكيتخلص وما كيجيش، قال لك عنده التفرغ، وفي نفس الوقت يعمل بشركة سومابور بميناء الدار البيضاء. ود الميلودي مخاريق نعمان المخاريق مستخدم بمكتب التكوين المهني، وحتى هو مستافد من تفرغ نقابي.
هو في نفس الوقت دائما مدير شركة مقرها بالدار البيضاء وكتستافد من صفقات كبيرة. ولدو الثاني أمين مخارق كيشتغل بشركة كوماناف وفي نفس الوقت عنده شركة كتستافد من الصفقات. كان معكم محمد البودالي من قناة كلاش تيفي. إذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس. شكرا لكم على المتابعة وإلى حلقة أخرى بإذن الله.